تتحول البشرية إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة، يختلف الناس في علومهم وفنونهم، وتظهر على أيديهم من الأشياء ما لا بد من إقناعهم في عمق ما يعملون وفي صدى ما يصنعون، حتى إذا ظهر شيء وهم يصنعونه وهو فوق قدرتهم وفوق طاقتهم ولا يستطيعونه بأي حال من الأحوال، سلموا أن هذا ليس من صنع البشر وإنما هو من الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما كان في عهد سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، ففي عهده انتشر السحر وكان كل مكان يزخر بالسحرة، وكان كل مسؤول وكل حاكم يأخذ من السحرة ما يستعين بهم على أموره، من فرعون إلى غيره، فأصبح أمرا شائعا في كل أرجاء الأرض. ولو جاءت معجزة لغير هذه المواضيع وهذه المسائل التي أصبحت بين الناس واقعة ما ناسبت وما كانت في محلها. والله سبحانه وتعالى وهو الحكيم كان يعطي كل نبي بما يناسب وضع أمته، فجاء سيدنا موسى بما يبطل به هذا السحر، فالسحر صنعة، صنعة يتعلمها الناس وكل منهم يأخذها من الآخر، وليست من عنده تلقائيا، فالإنسان ورث هذا من أبيه أو من معلمه، ثم انتشر به وورثه آخر وخلفه آخر وهكذا. والله سبحانه وتعالى جاء على يد سيدنا موسى بما يظهر لهؤلاء جميعا كيف أن المعجزة لا يقدر عليها مخلوق، وأن السحر هو علم كأي علم وإن كان فاسدا، ولكنه يكون بالتعلم وباكتساب هذه المعلومات من الغير. فجعل الله سبحانه وتعالى معجزة اليد ومعجزة العصا من أبرز ما كان في عهد سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وجاء تصوير ذلك في القرآن الكريم عندما جمع فرعون سحرته وجاءوا بين يديه، وجاء الناس جميعا في يوم الزنا، ثم خوطب سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذا ما صوره القرآن الكريم، فألقى موسى عليه الصلاة والسلام كما جاء في قول الله تعالى فألقى عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون، جاءت العصا وصورها الله تعالى حية، وهي عصا يراها الناس كيف تكون حية تلقف أي تبتلع كل هذه الأشياء التي خاف منها في أول الأمر، إنه إعجاز عجيب. ومن الدقة في القرآن الكريم ما كان من السحرة أنفسهم عندما رأوا ذلك سلموا، واعتقدوا تمام الاعتقاد أن ما صنعه موسى ليس من عنده،
فوق قدرته كبشر، وهم أنهر الناس في الأرض. فمن أين جاء بذلك؟ فكان الإيمان فورا وكان التصديق في الحال، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البيت والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. كان التصديق لعلمهم أن المعجزة هي فوق عادة الناس، وهي تخرق الموانيس. وبعد أن كان ذلك رجعت عصا كما كانت، لا يستطيع إنسان أن يفعل مثل ذلك. فتبين من هذا أن صاحب الدعوة صادق في قوله، صادق في دعوته، وهو يدعو بحق لا لدنيا ولا لأجر ولا لشيء. ونختار مثالا آخر في عهد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام جاء في عصر انتشر فيه الطب، وأصبح الأطباء نبوغا في فنهم وفي علمهم. كذلك جاء في عصر اشتهر الناس فيه بفن النحت، هذا طب وهذا فن آخر، لا بد من معجزة توافق ما يصنع الناس حتى تعلو المعجزة قدراتهم، وحتى يتبين لهؤلاء جميعا أن ما يأتي به هذا النبي الكريم ليس من عنده، وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه، فتنفق فيها فتكون طيرا بإذنه. هذا الطين معلوم لنا، وكل يأخذ من الطين ومن الحجر ويصنع. وسيدنا عيسى لم يعلمه أحد، ولم يتلقى هذا الفن من مخلوق، فجاء بالطين وصور طيرا، والطير من أعجز ما يصنعه هؤلاء، لأنه دقيق في تصويره وتكوين شكله، ولم يعلمه أحد، فكيف صنع ذلك؟ قد يقول القائل: إنه تعلم سره، وهذا محتمل، والله سبحانه وتعالى يسد على الأفكار احتمالاتهم. ثم أظهر الله في هذا الطين خرقا جديدا للعادة، فجاء بينهم بهذا الطين الذي صنعه طير، وأمره أن ينفخ فيه، فنفخ فيه فطار الطير، فأصبح لحما وعظما وعروقا وريشا، تبث الله سبحانه وتعالى فيه من الروح. هل يقدر مخلوق من هؤلاء النحاتين أو المصورين، هل يستطيع واحد منهم أن يصنع هذا الصنع؟ إنه أمر خارق للعادة. ومن هنا يقف العقل موقف التسليم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن. إن الطب قد انتشر، وعجز الأطباء عن شفاء الناس وعن إبرائهم،
ومعالجتهم في هذين الدائين العضالين، وهما الأكمه والأبرص. الذي لا يتكلم وهو أخرس، والبرص حافظنا الله وإياكم من كل مرض وعلة. البرص مرض يصيب الجلد، إما أن يكون أسود اللون وإما أن يكون أبيض، وما زال الطب في عجز إلى يومنا هذا. فيبحث الناس، ولكن في عهد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالأبكم فيدعو الله سبحانه وتعالى فيتكلم، وكان يؤتى بالأبرص فيضع يده عليه داعيا الله تعالى الشفاء فيشفى في الحال. كيف هذا؟ إنها معجزة أي خارقة للعادة، لأن أهل العلم في هذا المضمار لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا بهذه السعة وبهذه القدرة، إنها علوم محدودة والمعجزة لا حدود لها. إنها صنعة، ولكن المعجزة هي صنعة الله تعالى التي أعجز بها الخلائق جميعا، ثم جاء بمعجزة فوق إبراء المريض، وإذ تخرج الموتى بإذن يأتي إلى الميت ثم يخاطبه، تكلم بإذن الله فيحييه الله تعالى انظروا إلى هذه العبارة، بإذن ليس من عند سيدنا عيسى عليه السلام ولا من عند غيره، وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، وهو تصديق لهذه النبوة وما يدعيه هذا النبي الكريم من الرسالة ومما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه.